دكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية، مرة تانية بنرحب بحضرتك. واستكمال لهذه الوثائق السرية اللي مفروض ان هي خرجت، وحضرتك بشرتنا ان هي خلاص هتنشر او التراجم خلصت بالنسبة لها وهتكون سهلة التداول، ولا بس بتتجه للقوات المسلحة؟ لا هي طبعا هتنشر وهتبقى متاحة للجمهور. واحنا الهدف الاساسي، انا طبعا مش من حقي اتكلم عنها بشكل كامل، لكن يعني هستعتبر نفسي استاذنت استاذي الدكتور ابراهيم بحراوي مفهوم واتكلم عنها. هي طبعا اهميه الوثائق ديت، حضرتك اتكلمتوا عن نقطه مهمه جدا وهي نقطه تشكيك في هذه الحرب، سواء من ناحيه انطلاقها او من ناحيه نتائجها. التشكيك حصل على مستويين وده هيجيبني للوثائق، مستوى عندنا ومستوى في اسرائيل. منذ عامين او اقل كان في كلام بيدور في مصر عن نتيجه ان بعض الامور نشرت في الولايات المتحده الامريكيه، بعض المذكرات او بعض المقالات اللي بتشك ان حرب اكتوبر لم تكن انجازا مصريا لكنها كان متفق عليها. مقالات اسرائيليه طبعا. امريكيه داخل الولايات المتحده الامريكيه بدعم من الايباك، المنظمه الصهيونيه اليهوديه العالميه اللي بتتحكم في الولايات المتحده الامريكيه. وفي نفس الوقت التشكيك كان موجود عند الجانب الإسرائيلي. إسرائيل بعد طوال الفترات الماضية وقبل نشر تحقيقات لجنة أجرناط وحتى بعديها كانت بتعلم أطفالها أنه المصريين لم ينتصروا وأن الانتصار دوت كان انتصار إسرائيلي وليس مصري. بيقولوا أنتوا انتصرتوا في أول كام يوم من الحرب لكن إحنا بعد كده عدلنا المسألة وقدرنا. ده ممكن يكون مفهوم في إطار أنه ما يحملوش أطفالهم بروح الهزيمة، لكن هو المؤكد وده اللي احنا عايزين نعرفه، وانا اسف للمقاطعه، انه في حاله اصابت المجتمع الاسرائيلي ربما بما يمكن وصفه بمرض نفسي نتيجه حرب اكتوبر. بص حضرتك، هي المجتمع الاسرائيلي تشكيلته بيعتقد اعتقاد راسخ ان الحرب ضروره حتميه لا فرار منها، دي رقم واحد. رقم اثنين انه يخوض حرب ضد عدو همجي ويجب التخلص منه. فبالتالي كل دي ما العقيدة اللي عقيدة موجودة بيربى عليها سواء من ناحية الفكر الديني أو أدب الطفل العبري أو من ناحية الإعلام أو من ناحية المناهج التعليمية، دي أشياء راسخة بتوجه داخل الوجدان الإسرائيلي. مسألة التشكيك ومسألة الانتصار وما إلى ذلك، إسرائيل تعلم جيدا من خلال الوثائق المنشورة ومن خلال شهادات الجنود التي أذاعها التلفزيون الإسرائيلي، أنا سمعتها بنفسي سنة 2004، أذاع تسجيلات صوتية لبعض الجنود في سيناء أثناء المعركة وهم يصرخون من ضراوة المعركة وهجوم الجيش المصري عليهم وأنهم لا يستطيعون الحفاظ حتى على حياتهم، مش الحرب أو إدارة حرب مع المصريين. ودي شهادات مسجلة وموجودة، يعني كل ده موجود، أرشيف صوتي وصوت وصورة موجود في التلفزيون الإسرائيلي وزع قبل كده. التحقيقات بتثبت بما لا يدع مجال للشك انه المساله ما كانتش تقصير بس من القياده العسكريه الاسرائيليه في اطار خوضه الخداع الاستراتيجي، لا، انه كان هناك براعه فائقه وهناك حافز هم سموه حافز ديني وعقائدي عند الجندي المصري وهو يحارب. طيب يمكن ده اللي جاوب على السؤال اللي انا برضو قلت، يعني ممكن الافراج عن هذه الوثائق او التصريحات او المقالات اللي بتكتب تكون إعابة فينا احنا اكتر ما منها هزيمة لإسرائيل، ان هم اعترافهم بالتقصير. لكن في المقابل حضرتك قلت كان في اعتراف بالتقصير واعتراف بالنجاح والبراعة طبعا الناحية التانية، يعني لا يستهان بالجندي المصري طبعًا ولا بالجندي العربي. ما حضرتك انت الوثائق لما هتتنشر ان شاء الله وتقريها هتشعري انه الكلام بس مش عن التقصير الاسرائيلي، لا، عن ضراوة المعارك داخل ارض المعركة، وده هيكون في الجزء العسكري اللي هيتنشر قريبا ان شاء الله. والتوظيف الامثل للسلاح والسلاح وما الى ذلك. اسرائيل كانت متفوقة في السلاح، متفوقة في كل الاسلحة تقريبا. واحنا حاربنا تقريبا بما هو متاح لينا. اسلحة قديمة من حرب طبعا. والروس يمكن بعضها من الحرب العالمية الثانية. والروس ما ادالكش الطيارات الجديدة ولا الصواريخ الجديدة ولا أي حاجة. اللي كان موجود في حرب اكتوبر، ودي هنا بسميها عبقرية الجندي المصري، انه كيف بهذا السلاح المتاح لي عمل ما لا يمكن ان يفعله غيره لو كان العكس هو الصحيح، يعني لو كان اسرائيل هي في موقف العكس كان مستحيل تعمل ده، كان مستحيل تعمل هذا. اذا كان هناك دافع موجود داخل كل جندي وداخل الشعب المصري، يعني مش عايزين نغفل دور الجبهة الداخلية كمان، ان الجبهة الداخلية كانت تقف في ظهر الجيش المصري
وتدعمه الى اقصى حد، يعني كان ممكن نوفر اكلنا، كان ممكن السرقات كانت تقريبا منعدمه في هذه الحرب، لم تسجل حالات أيوة سرقه وما الى ذلك. فالجبهه الداخليه لو سمعنا شهادات وزراء النقل والتموين وما الى ذلك يقولوا ان كله كان موجه وما كانش فيه شعب بيقول لا. فبالتالي انه الحرب دي في عيون اسرائيليه بالوثائق وبالادله هزيمه قاسيه جدا خلخلت المجتمع الاسرائيلي. طب الحرب اكتوبر عملت ايه داخل المجتمع بقى على المستوى السياسي كمان؟ اولا قبل حرب اكتوبر، ودي سمعتها من اصدقاء اجانب، كانت الصوره متاخده عن الصراع العربي الاسرائيلي ان العرب عايزين يحتلوا ارض اسرائيليه وليس العكس. فلما قامت الحرب والناس كلها اعترفت انه الجيش المصري عبر قناه السويس وخد جزء من سيناء وما الى ذلك، فحصلت صدمه عند الشباب في اوروبا، ودي سمعتها من بعض الشباب. ايه ده، هو في ايه؟ هو مش المفروض دي ارض اسرائيل؟ قال لهم لا، دي ارض عربيه احتلتها اسرائيل والمصريون نجحوا في عبور القناه. دي اول حاجه حصلت. الحاجه الثانيه انه كان التأييد الدولي كان لاسرائيل بشكل دائم. العالم كله لم يلتفت للقضيه العربيه وهي قضيه عادله الا بعد حرب اكتوبر. الحاجه الثالثه ومهمه جدا انه داخل المجتمع الاسرائيلي طلع طيارين، الطيار الاولاني ما كانش موجود قبل كده وهو طيار السلام الان. ان كان مجمل المجتمع الاسرائيلي لا يفكر في مساله حرب وبس، ممكن يبقى في كان الحرب هي الاساس وهي في الوجدان وممكن يبقى في حوار سلام مع العرب. الحاجه الثانيه طلعت جماعه جوش امونيم، ودي جماعه متطرفه وطلع منها بعد كده جماعات كتيره جدا، وهي الجماعات اليمينيه التي تقتحم المسجد الاقصى حتى اليوم والتي اغتالت اسحاق رابين. فالطيارين طلعوا داخل المجتمع الاسرائيلي. الحاجه برضو الاضافيه اللي احب اقولها انه اسرائيل وثقت ونشرت ما قدمناه نحن في مصر عن حرب اكتوبر لا يرقى الى مستوى ومرتبه وقيمه هذه الحرب في التاريخ المصري. لا الافلام السينمائيه أيوة تعبر ولا اشياء نشرت حتى الان. مع ما هو برضه كان في اسباب، وقال لك اصل الحرب ما اتصورتش عشان السريه اللي كانت خاصه بالمعاد والكتمان، فبالتالي ما كانش فيه قوي مشاهد. بص حضرتك، لكن المفروض السنين دي بقى خلاص يعني. لا انا اعتقد ان في بعض الحاجات موجوده في الشؤون المعنويه، بعض الحاجات موجوده عند المراسلين العسكريين اللي كانوا موجودين داخل ارض المعركه. السلام سمح ببعض كاميرات اعتقد للتلفزيون الروسي، يمكن كان فيها كاميرات موجوده. انا قصدي الحاجات دي لو اتعملت، بس اتعمل في اطار عمل فني، لانه عارفين دور الفن عظيم جدا. حضرتك اشتركت في الاشراف على اكثر من عمل فني. كان ليا الحظ طبعا اشترك مع اولاد العم عرفه مع اولاد العم وفرقه ناجي عطله، طبعا ناجي عطله مع رامي امام استاذ الزعيم عادل امام، ومع الاستاذ مجد ابو عميره والشيخ منير في فكره فهم الشخصيه الاسرائيليه وازاي تجسد. ما هو حضرتك لانه كانت المشكله في مصر انه كل اللي طرح اسرائيل طرحها من منظور اللي كان سبب هزيمه 67، يا اما قبل 67 ان اسرائيل دي مارد وشيء عظيم جدا يصعب التعامل معاه، او ان اليهودي شخصيه كوميديه بخيله وخلاص، او انه شخصيه تافهه جدا والصرصار ممكن افركه. حاولت في الثلاث اعمال نحن نقدم اسرائيل كما هي، ولان مهم جدا حضرتك تعرفي او الشعب او القياده، وطبعا ده موجود عند القياده بالتاكيد، انه اسرائيل ايه امراضها، ايه مصادر قوتها، ايه مصادر ضعفها، كيف نتعامل معها. يعني عجبني جدا الحوار اللي حضرتك عملته مع الدكتور علي السمان حول داعش وصوره الاسلام وما الى ذلك. أيوة. احنا لغايه النهارده واقفين موقف المتلقي ومحاولة اتخاذ رد فعل تجاه ما يقوم ضد الإسلام وضد المسلمين على مستوى الفكر الأوروبي. ما حاولناش نخترق المجتمع الأوروبي ونعرض نفسنا بشكل سليم، وده موجود على مستوى حضرتك سألت سؤال مهم جدا، ما سبب تعثر المفاوضات مع إسرائيل حول عودة الحق العربي؟ لأن احنا ما نجحناش ان احنا نوصل لشعوب العالم او الميديا العالمية او متخذ القرار في العالم ان احنا أصحاب قضية عادلة تستحق من شعوب العالم ان تساندنا فيها. فبالتالي احنا كل اللي بنعمله رد فعل رد فعل رد فعل. الاموال موجوده، العقول موجوده، ناقص حاجه واحده بس التوظيف والتنظيم. يا دكتور منصور تقدر برضو تجاوبنا على السؤال ده؟ يعني احنا معانا يعني بما انه في مذكرات وترجمات، يعني حتى تظهر معانا كلام لوزير الحرب الاسرائيلي اثناء الحرب ومشيه ديان بيقول انه حرب اكتوبر كانت بمثابه الزلزال، وايضا جولدا مائير قالت انه المصريين عبروا وضربوا بشده قواتنا في سيناء الى اخر مثل هذه التصريحات، من بينها ايضا
يعني عديد مجيده قائد إحدى السرايا في حرب أكتوبر كتب في مقاله بعنوان لا تستحق التخليد إشارة إلى جولدا مائير نتيجة أخطائها اللي بيحملها إياها، ومن بينها أنه هي أيضا رفضت يعني فرصة فتح الباب للمفاوضات اللي أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات في بداية عام 1973، وربما ده كان جزء من المنارات السياسية أيضا، لكن في النهاية ده دليل على أنه الإسرائيليين لا يقبلون بالسلام إلا كنتيجة لحرب. بص حضرتك، إسرائيل لا توافق على السلام إلا تحت ضغط. طالما أنت ما لدي ليس لديك أوراق ضغط، إحنا عندنا أوراق ضغط كتيرة بالمناسبة، لكن أنت لا تمارس أي نوع من أنواع الضغوط على إسرائيل. إسرائيل وافقت أنها تقعد مع السادات بعد هزيمة أكتوبر. من ناحية تانية، لماذا تعطيك إسرائيل أرض وأنت في موقف خلافات عربية، خلافات فلسطينية، تشرذم عربي؟ أوراق الضغط بتاعتك أنت لا تمارسها من أساسه، فبالتالي إسرائيل لا توافق على عقد سلام مع الطرف العربي إلا إذا كنت لديك الأوراق المناسبة التي تضغط عليها لتوافق على هذا السلام. فبالتالي التعامل مع إسرائيل يستلزم التعامل بشكل علمي جدا. السادات استفاد جدا من المتخصصين في الدراسات العبرية، أنه جابهم وقعدوا المخابرات العامة، استفاد جدا من دارسين انشأ جهاز المخابرات العامة، انشئ سنة 54 جمال عبد الناصر عمله لمكافحة إسرائيل أساسا. طبعا دورها بقى أعظم من كده بكتير فيما بعد، سواء التجسس العالمي أو حفاظ الأمن القومي لمصر وما إلى ذلك، لكن كان سبب إنشائها سنة 54. الإذاعة العبرية أنشئت سنة 54 عشان تكون لها دور في الحرب المعنوية، في الحرب النفسية مع إسرائيل. أقسام اللغة العبرية أنشئت في مصر سنة 54 برضو، سواء في جامعة عين شمس أو القاهرة أو الأزهر، وإحنا الأساتذة المصريين اللي أنشأنا في بغداد وفي سوريا وفي أقسام في اليمن وما إلى ذلك. فبالتالي المسألة محتاجة نوع من التنظيم والتوظيف الجيد لإمكانياتنا الكبيرة جدا اللي ممكن نحن نستغلها لتحقيق نتائج أفضل. إحنا لو قسنا على اللي حضرتك بتقوله، يبقى إحنا مش هنبص بس على الشخصية الإسرائيلية، إحنا دلوقتي يعني يمكن التحدي أكبر، وفي أكتر من جنسية بتأكيد لينا، وبالتالي احنا محتاجين بقى مراكز متخصصه لدراسه كل الشخصيات. موجود والله المراكز، بس انا عايز اضيف تجربه صغيره اللي على قالها الاستاذ ايمن. حضرتك قلت باقوال مقصوره واقوال من القادة الاسرائيليين، يعني ذكريات كتير. انا ليا تجربه شخصيه مع عسافيا جوري. عسافيا جوري هو قائد المدرعات الاسرائيلي اللي اسر احد الجنود المصريين، فعرفت انه جه مصر في اطار بعد عمليه السلام، وانا كنت موزع في الاذاعه العبريه، فاتصلت بيه فقلت له لو سمحت انا عايز اقابلك عشان اعمل معاك حديث. قال لي تم حديث ليه؟ قلت له عن حرب أكتوبر. قال لي هذه الحرب تحمل في نفسي ذكريات أليمة جدا ولا أريد التحدث عنها. وبالمناسبة كان يعني على حسب المعلومات اللي توفرت ليه، يعني جه فترة من فترات وكان موجود جوه التلفزيون المصري قبل ما يطلع ويدلي بشهادة له بعد الأسر في 73. الحقيقة الحديث يعني ذكرياته تطول ولا تنتهي، ربما هيكون لنا إن شاء الله جيد مع حضرتك لقاءات. شكرا فندم، وقيم الحقيقة دكتور منصور، بشكرك على مجيئك على تشرفنا النهاردة. بنشكر الأستاذ الدكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك، ومنتظرين تواصلونا مع حضرتكم بعد متابعة هذا التقرير عن المؤتمر العالمي السنوي للمسلمين المعروف باسم الحج. سنتعرف أكثر من أستاذنا الدكتور عبد الله النجار حول يعني فوائد الحج وكيف نعود من الحج ونكون قد استفدنا بالمحبة بين المسلمين ولا نعود للتناحر والتصارع مرة ثانية، بعد أن نتابع تقرير حول هذه المناسبة السنوية الهامة. موسم للسلام العالمي الإنساني والروحي، هذا هو ما يتجلى كل عام في مثل هذه الأيام، مشهد يتجمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها ليؤدوا فريضة الحج تضرعا إلى الله بالدعاء ورجاء للمغفرة. فملايين الحجاج المسلمين من أعراق وجنسيات مختلفة يسطرون ملحمة إنسانية لا مثيل لها،
ملحمة تذوب فيها كل الفروقات العنصرية والطبقية والقومية والطائفية. ملايين الناس القادمين من كل فج عميق تركوا خلفهم كل انتماء وتجردوا من كل ما يميزهم ليتسالموا فيما بينهم، بل فيما بينهم وبين الطبيعة والبيئة والطير والحيوان. هؤلاء الملايين كانوا على صعيد عرفات يكسون الوادي العظيم باللون الأبيض، تلتحم أجسادهم فلا تكاد تميز أي فروق بين غنيهم وفقيرهم، وبين أصحاب النفوذ وأولئك المهمشين، وبين أهل الموالاة والمعارضة. هذا هو الحج، موسم السلام العالمي الذي يأمن فيه الإنسان على كل ما يخشى عليه، يأمن على فكره كما يأمن على ماله، ويأمن على عقيدته كما يأمن على عرضه ونفسه، ويمنح الأمان لأخيه المسلم. فهناك أيضا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تلك القلوب العامرة بالإيمان يمكنها أن تستوعب من الحج درسا لكي تهدأ وتتريث، درس في التصالح مع الذات والقبول بالآخر ونبذ العصبيات والبحث عن القواسم المشتركة وتجاوز أخطاء الماضي. جديد لحضراتكم التحية مشاهدين الكرام. إذن مشهد مهيب يقف فيه المسلمون حول العالم أو جزء منهم ربما بالنيابة عن بقية أمتهم في هذه الأثناء من جبل عرفات في ركن الحج الأعظم إلى بقية شعائر و أداء فرائض الحج المختلفة، ربما في مشاهد يتساوى فيها المسلمون دون أن نعرف من فيهم الغني ومن فيهم الفقير، وربما أيضا لن نعرف من فيهم من أي جنسية. على كل حال، ربما للمزيد من معرفة ما هي فوائد الحج بالطبع عندما يعود حجاج بيت الله الحرام إلى أوطانهم، يشرفنا بالمداخلة الهاتفية أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية. أهلا بك دكتور عبد الله، وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بك وبالمشاهدين في كل مكان، وكل عام وأنتم جميعا ومصر والعرب والعالم الإسلامي والعالم كله بخير وهناء وسلام إن شاء الله. دكتور عبد الله، حضرتك كان مفروض تشرفنا في الهوى، لعل المانع خير. والله هو حصل الظروف وأنا اعتذرت في آخر لحظة، يعني فإن شاء الله بإذن الله ملحوقة في حلقات تانية إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. شرفنا دائما يا دكتور عبد الله، والحقيقة احنا عايزين نعرف ازاي ممكن حضرتك تحل لنا المفارقه بانه يكون المسلمون في موقف زي شعائر الحج المختلفه، يعني متقاربين، ثم يعودوا للاسف التصارع والتناحر مره ثانيه. والله الاسلام بيهيئ للعالم وللمسلمين فرص لكي يرتقوا وينهضوا ويتقدموا ويعيشوا في سلام وامن، ولكن للاسف الهوى بيتغلب على طبع المسلمين في كل وقت، وبالتالي بيفسد عليهم هذه الفرص التي منحها لهم ربهم. وأنا استمعت إلى مقدمة التقرير الذي القيم الذي قلته الذي تم عرضه، وفيه أن المسلمين بيبدو جميعا في مظهر واحد، لا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير. لا، أنت تستطيع أن تميز بين الغني والفقير على عرفات، في المراكب الوفيرة وفي الخيم الفخمة التي تقدم فيها. تقصد حضرتك أنه ده كمان المفروض ما يكونش موجود؟ لا، يعني هو الناس يذهبون إلى الحج فلا يجردون أنفسهم ويخلصون لوجه الله عز وجل. صحيح. كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهم يصطحبون معهم هالات المناصب وهالات المال وهالات المراكز الاجتماعية، وكل إنسان يريد أن يبدو بتميزه في هذا المكان الذي لا يحتاج إلى تميز، والذي يجب أن يكون الناس فيه
يعني فقراء أذلاء أمام الله عز وجل حتى يتقبلهم وحتى يغفر لهم ذنوبهم. فالحقيقة هي فرص بتضيع، لكن لو أحسنوا هذه الفرصة، الحج ده ربنا عمله أشبه بالشهيق الذي ينبث في صدر الأمة الإسلامية، لأن اللي بيذهبوا إلى الحج بيعودوا إلى بلادهم مرة ثانية وقد غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم المتعلقة بحقوق الله عز وجل. هل يمكن اعتبار حجاج بيت الله الحرام دكتور عبد الله يعني بمثابة مندوبين عن الأمة الإسلامية لمؤتمر إسلامي عالمي ومؤتمر سلام عالمي؟ نعم هو كده بالضبط، لأنه فرض على المستطيع، فرض على المستطيع يعني المؤهل من الناحية المادية والقدرة، زي أنت ما بتختار للوظائف بينتقى هذا الجمع انتقاء قدريا من الله عز وجل بالتوفيق والتهيئة وإتاحة الفرصة للمستطيع حتى يؤدي هذه الفريضة. فعليهم أن يحمدوا الله عز وجل أن هيأ لهم هذه الفرصة وأن يعودوا إخوة متحابين. لكن للأسف دايما الشيطان بيقعد للناس في مواطن الطاعات ويغريهم بأن يبدأوا صفحات جديدة من المعاصي بالإغراء على أن ما مضى من الذنوب قد غفر، فهيا نبدأ صفحات جديدة، وينطلق الحاج بعد أن يعود كما كان قبل الحج، يكذب ويغش ويجري وراء سراب الدنيا ولا يعطي أخاه حقه، وتجد هذا التقاسم وهذا التصارع موجود. القوي يكاد يأكل الضعيف والفقير يكاد يأكل الغني، يعني المعادلة منقوضة في حياة المسلمين. وأنا شايف أن المحصلة النهائية هي ثمرة الخلل الذي يحدث في هذه العبادات التي تقوم العبادات دايما والشعائر الدينية دكتور عبد الله بيبقى الغرض منها منهج الحياة. نعم للأسف. نعم. اللي هي بتقام على قد وقتها أو توقيتها، وبعد كده يخرج أكنه نقطة ومن أول السطر يقول لك أنا كل ذنوبي اللي فاتت غفر لي بالحجة، لكن يبتدي في نفس السلوكيات في نفس الممارسات الخاطئة وهكذا، ويمكن بعد كم سنة أو السنة اللي بعدها يطلع تاني الحج مثلا علشان يغفر له ذنوبه وهكذا. استغلال المال في غير موضع، لأن الحج فرض مرة واحدة في العمر، فكون أن أنت تفسد وبعدين المال اللي ربنا ادهولك وأعاره لك واستخلفك فيه تستغله في إصلاح انحرافك وشرودك وبعدك عن طاعة الله عز وجل، هذا نوع من السفة في إنفاق الأموال. وأضرب لحضرتك مثال، الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تعالي اتفرجي النهاردة على اللي بيحصل بين الناس، كانوا يفسرون هذه الآية الكريمة في حال الجدال بأن هذا يقول حجنا أبر من حجكم وحج هذا صحيح وحج هذا فاسد. تجدي هذه الصورة موجودة الآن. أنا فوجئت بمن يسألني إن السيد رئيس الوزراء حجه، إن حجه كاتبين في التويتر إنه حج سريعا وحج هذا. شوف أهو ده نوع من الجدال الذي لا يتفق مع شرع الله ولا مع القرآن الكريم. الرجل حج وأدى الفريضة والقبول على الله عز وجل وليس على من يقولون إن الحج ده ناقص أو أن الحج ده كامل، هم الذي سيقيم هذا العمل وسيقبله هو الله عز وجل. ولكن تجد الناس رغم أداء القرآن الكريم أراد أن يؤدب الناس أن يبتعدوا عن الجدال، إلا أنك تجد صفحات التواصل الإعلامي ليس لها هم إلا هذه القضية، وكأنهم الذين يحاسبون الناس على صحة العبادة وعلى عدم صحتها. هناك آراء فقهية بتخرج عليها الأفعال الحج، والحج مبني على التيسير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن عرفة وهو في عرفة عن عمل إلا وقال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. والله عز وجل لا يريد أن يشق على الناس في العبادة، يقوم يؤدي العبادة لظروفه أو للأمور التي تجوز فيها الإنابة أو يعتريه نوع من التيسير أو أداء المناسك على وجه السرعة، يقولون هذا ليس حج وإن حج، زي ما كان الأوائل يقولون حجنا أبر من حجكم وحجكم أقل من حجنا. يعني الانشغال بأمور الغير
الجدال بيتطور بتطور الزمان يا دكتور عبد الله، وبيختلف من زمن لآخر. نعم، بتطور الجمال الزمان، والغرض منه تحقير الناس وفرض سطوة على الناس وإظهار البعض أنفسهم بأنهم المتميزون في طاعة الله، مع أنهم يجب أن يكونوا مع أنه المفروض أن احنا لا نزكي أنفسنا على الله ولا على بعضنا البعض. بنشكرك شكر جزيل، كل عام وحضرتك بخير، أفدتنا وشرفتنا دكتور عبد الله. ولازم يا فندم نعوض اللقاء اللي ما تمش على الهوى إن شاء الله في مرات قادمة عشان نستزيد من علم حضرتك. احنا بنشكرك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا. الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج من القاهرة. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وعلى أمل اللقاء. دمتم في أمان الله. متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم دايما على شاشة النيل للأخبار. بعد لحظات ستبقى.